قدم الخادم للأمير طعاماً به كثير من الباذنجان فأكل وأعلن إعجابه به، فسارع الخادم فمدح الباذنجان قائلاً: بارك الله في الباذنجان، هو سيد المأكولات، شحم بلا لحم، سمك بلا حس، يؤكل مقلياً ويؤكل مشوياً، فالباذنجان من أشهى المآكل، إن أكلته مقلياً بقي طعمه على لسانك طول النهار، وإن أكلته محشياً كان شيخ المحاشي. وفي اليوم التالي قدموا للسلطان الباذنجان فلم يعجبه، وقال الأمير: ولكن أكلت منه قبل أيام فنالني كرب، أي توجعت منه. فأسرع الخادم فذم الباذنجان وقال: الباذنجان، لعنة الله على الباذنجان، فإنه ثقيل غليظ نفاح، فالباذنجان طعام رديء، إن أكلته مقلياً سبب لك تضخماً في المصران، وإن أكلته محشياً سبب لك أحلاماً مزعجة.